محمد السيد بيعاني منذ طفولته بضعف شديد في العين، وكانت حالته بتسوء يوم بعد يوم. الدكاترة قالوا له انه محتاج عملية زرع عدسة بتكلفة 30,000 جنيه. الحمد لله قدرنا واحد من الناس نعمل له العملية بالتعاون مع الدكتور إيهاب سعد مدير مستشفى دنيا العيون. تعالوا نشوف التقرير. صغري يعني كنت بحس ان حتى من ايام ما كنت في الدراسة وكده كنتش بشوف الكلام على السبورة مثلا كده، فكان عندي قصر نظر، فكل ما اروح اكشف الدكاترة تقول لي لا لازم عملية لازم عملية، فلقيت العملية كل اسأل العملية بكام يقول لي 30,000، فما قدرتش اعمل، وعن معايا اولاد فتح بيت وكده مش عارف اشتغل بسبب عناية برضو. فلقيت برنامج واحد من الناس شغال، فبعت الاستاذ عمرو الليسي فبعتوني المستشفى دنيا العيون هنا، ويعني وعملوا معايا اللازم وكده وعملت العملية الحمد لله، والحمد لله يعني بالوقت احسن. الحقيقة بنتعاون مع برنامج واحد من الناس ودكتور عمرو ليسي. احنا النهاردة عملنا حالة الأستاذ محمد سيد عبد العظيم، عنده 26 سنة، عنده قصر نظر شديد ما بيشوفش أكتر من 10 سنتي قدامه. تخيلوا أن النقطة الواضحة القريبة بتاعته 10 سنتي قدامه، بعد كده الدنيا بتمشي فيه درجات من الزغللة وعدم الوضوح إلى ما لا نهاية. والحقيقة النهاردة ابتدينا العين الشمال والأمور مشيت كويس خالص الحمد لله، وإن شاء الله هنطمن على نظره بكرة، وفي القريب العاجل هنعمل العين اليمين وإن شاء الله يستعيد الحياة طبيعية تاني ويستعيد نظره ويستعيد شغله ويستعيد عافيته بسرعة بإذن الله.